هنا هيتصور؟ لازم هيتصور. الاندستري زمان اول ما دخل الديجيتال هو قضى على الفيلم، يعني نقدر نقول ان الصنعه بتاعت الاستوديو دي ماتت شويه، يعني اكتر من نص او نص الاستوديوهات قفلت بالشكل ده، واحنا كنا من ضمنهم. وان والدي خلاص قرر ان هو لعبه الفيلم دي مش يعني او الاستوديو عامه مش جايبها همها فقفله. كنا مبسوطين انه ده تطور، وفي نفس الوقت النظره البعيده ان احنا قدامنا فتره قليله هنستفيد وبعد كده كله هيروح، وانا كنت عارف كده كويس. اكتشفنا انه الديجيتال نهى المهنه، مش طورها، نهاها. انما كل الديجيتال دلوقتي بالصوره بشوفها وباخدها على الكمبيوتر واطبعها اذا حبيت، او احطها في فيلم واعرضها لوحديها. الكلام ده ما كانش موجود على ايامنا احنا، وبالتالي انا كمان فقدت الاهتمام بالتصوير لان الكاميرا ما بقتش اب تو ديت اللي موجوده عندي. ده اصلا بدا سنه 1942 كان باسم واحد شخص كان غاوي تصوير اسمه خواجه عنتر، وهو يهودي اصلا وساب البلد ايام عبد الناصر وكده، وكان والدي غاوي تصوير، وكان بيطلعوا رحلات في الكلية أيام الكلية لما كان لسه طالب وبتاع، فكان غاوي تصوير فبيصور وبيبيع الصور اللي عاملها بيزنس يعني في الكلية. فحصل صداقة بينه وبين الراجل اللي اسمه عنتر ده، ولما جه هيسيب البلد فوالدي ساعده على أساس يخلص إجراءاته وبتاع ويمشي، فصمم إنه لازم ينقل له ملكية المكان وباعهوله يعني بسعر يعني بسيط جدا كهدية منه ليه. واستمرينا، والدي بقى استمر في المجال ده وابتدى يطور فيه، وخدنا المحل، كان محل واحد تحت في البداية، خد محل اللي جنبه ووسعنا المكان. مع الأيام احنا كان كله أبيض وأسود. أنا مواليد 1943، ابتديت التصوير في الخمسينات، يعني 56 57 كان عندي 12 13 سنة، واخد بالك؟ وأبويا جاب لي كاميرا، سافر روسيا وجاب لي كاميرا كنت بصور بيها طبعا أفلام أبيض وأسود، وناخدها نحمضها ونطبعها. الصور الألوان ما ظهرتش إلا يمكن في أواخر الستينات أو في السبعينات. كنت بروح في استوديو في الدقي، انا صاحبت الراجل بتاعه وكان ياخدني في المعمل بتاعه ونطبع صور، وانا اساعده في طبع الصور عشان اتعلم. قصه الانالوج بالنسبه لي ان انا طول الوقت بصور انالوج يعني، فهو بالنسبه لي ما راحش. انا اتعلمت فيلم وبعد كده جيت ديجيتال اشتغلت فيه، من 2010 بدات اشتغل تاني فيلم، رحت للCIC اتعلمت ازاي احمض تاني الافلام، فتعلمت انالوج وبدات اطلع الكاميرات اللي كانت مركونه عندنا في البيت واشتغل بيها. كانت الافلام متاحه، بتنزلي في وسط البلد تلاقي في استوديوز زي عنتر او معامل كوداك وفوجي كانوا لسه بيبيعوا افلام وكانوا لسه بيحمضوا افلام، فما كانش فيه ازمه، وانا مش شايف ان هو اختفى. الانالوج كان موجود وطلع عليه الديجيتال وستيل الاثنين شغالين، لغايه مثلا من 3 سنين لما بدات الاستوديوهات، او يمكن 3 سنين بدأت الاستوديوهات خلاص ما تشتغلش تاني فيلم. المكان اللي كان بيديفلوب الافلام ما بقاش موجود او وقفوه، والطباعه من الفيلم بدأت برضو ما تبقاش موجوده. بدأت اشتري كميات من الافلام ليا از ستوك بكميات كبيره، بدأت اشتري كيميكالز ليا برضو بكميات كبيره وورق وكل التولز، وانا اوريدي كان عندي استوديو فوتوغرافيا، فلقيت ان انا خصصت كده اوضه ان دي بتاعتي، دي الدارك روم بتاعتي انا بس. بدا الاستخدام يزيد شويه بيني وبين اصحابي، الناس برضو المهتمه بالفيلم، فبدات احمض لهم ونيجي نقعد نحمض سوا ونشتغل شويه على الفيلم، لغايه من سنتين، من شهر 3 2017 قررت ان انا ليه ما افتحش الدارك روم دي تبقى بابليك سيرفيس لكل الناس. اقول لك ايه بقى، يعني انا بعتبر التصوير حاليا يعتبر مهنه شبه بتنقرض او يعني على حافه الانقراض، وانا دايما تهريجا كده مع صحابي بقول لهم احنا بقينا عاملين زي بتاع الطرابيش، مهنه ومنتهيه خلاص. كانت خدت وقتها، ولكن ما تقدرش ترجع طرابيش زي ما تقدرش ترجع التصوير تاني زي زمان، فانا بعتبرها احنا الطرابيش الجديده. بقالي 5 سنين بدفع من جيبي عشان اكمل مرتبات الموظفين، وانا اكبر معمل في مصر. عارفه زي ما تقولي ايه، رجل قدام ورجل ورا. عاوز اقفل عشان ابطل نزيف الخساير ده، وفي نفس الوقت صعبان عليا، فصعب ان انا اكمل. وفي نفس الوقت يعني انا حتى عشان واحد برضه كبر، يعني انا كبرت برضه يعني. Most of the studios have closed. They've closed within the last 10-15 years, and this is generally because the initial photographers, who were the fathers, ended up educating their sons, and their sons took over the practice, and now their sons are older, and their children are not continuing. So it's not being handed down to the next generation, and also because of technology. بعدين الولدين، واحد زي ما بقول لك واخد اتجاه، وللاسف التاني اللي هو اللي توفى من 6 اشهر ده كان عايش في البرازيل برضه، ما كانش هنا. يعني ما فيش، ولادي الاثنين ما فيش حد واقف جنبي، وانا تعبت وعمال ادفع من جيبي كمان. وقت ولادي الاثنين حاولت يعني اخليهم ايه، يعني يعيشوا في مصر، خدوا المكان واعملوا اي حاجه انتوا بتفكروا فيها كشباب، وانا همول. طبعا الاثنين طلعوا على بره، ما عنديش قاعد هنا. فابني حتى الكبير ده اتولد في البرازيل، ولما كبر رجع البرازيل، مش عايز يعيش في مصر، وتوفى هناك من 6 شهور. الصوره دي زي الاثار بالظبط. انا مثلا اهو، الله يرحمه، اهو بصي عندي وهو بيبي اهو. لو ما فيش تصوير انا كنت هشوف ابني وهو بيبي كده. الاستوديو اتقفل سنه 2000 2001. ما كنتش مدرك، يعني انا كنت في جامعه تانية، جامعه ثالثه، جامعه، ما كنتش مدرك قوي. خلاص انا شايف ان ده بيزنس واتقفل. كانت اكبر ازمه بالنسبه لي لما كبرت فهمتها، مش ان في كاميرات كانت موجوده حلوه واتباعت، مش مشكله، كاميرات بتيجي، بس ارشيف ابويا من سنه 1980 ل 2001 اترمى وانا ما قدرتش انقذه. دي اكتر حاجه مزعلاني، اترمى لان دي المحل خلاص اتقفل، فدي بالنسبه لهم كراكيب ملهاش لازمه. ودي ازمه الاستوديوهات الكبيره لما بتقفل ويجوا الورثه بقى يقعدوا عايزين مثلا يفضوا المحل، فبيرموا اول حاجه بيرموها الارشيف. We're losing our heritage because we don't understand the value of our own photography, but others do. And so there is a market where photographs are leaving this country on a daily basis in huge amounts and are being bought with large sums of money by foreign collectors, mostly in the Gulf or in Europe or America, right? And so this is happening consistently every day, right? Then you have the Bikia market, where people are looking for apartments that are lying vacant, or families that have immigrated and want to unload things, or certain areas of the city like Boulet that was destroyed, and many studios or collections that were housed there in storage were threatened, and many of them disappeared because they were scooped up while the architecture was being destroyed. بتوع بيكيا بياخدوا الافلام ديت بيحرقوها بالبروسيس معينه عشان يطلعوا منها الفضه تاني، فبيحرقوها، تراث، بيحرقوا تاريخ. العمليه دي ساعدتني في ان انا اعمل البومات اللي موجوده قدامك فيها صوري بترتيب السنين، فيها صور ولادي وبعد كده بقى فيها صور أحفادي، وكنا بنصور هذه الحاجات واحتفظت بيها عندي. أنا ما كانش عندي ألبومات لأحفادي الصغيرين، واخد بالك؟ الكبار زي ما قلت لك أنا كنت مهتم بيهم لأن الكبار أول فرحتنا، فبالتالي كنا كل مش عارف إيه نروح مصورين، كل إيه نروح عاملين الصورة وهكذا. The idea of people going for a sitting to pose for a photographer and come up with an artistic representation of themselves has passed. Now we're more concerned with passport ID photographs. And so the majority of their business has descended into that. You'll still have wedding photography, you'll still have event photography, but you don't necessarily see people going back to the studio every year on an annual basis continually to photograph their own evolution in an artistic manner. كل يوم سنة يوم عيد ميلادي لازم أجي أتصور عنده، وعندي ألبوم فرعوني لغاية النهاردة أنا محتفظ بيه. أعمل صورة، يصورني صورة في يوم عيد ميلادي واكتب تحت الصورة في الألبوم سنة كذا سنة كذا، سنة بسنة بتشوفي تغيرات السن من وأنا مثلا أنا عندي 5 سنين لغاية مثلا كان عندي حاجة و30 لما بطلنا بقى اللعبة دي يعني. I never print out my pictures. I usually rely on social media. Firstly, it's a lot of paper waste, and I'm not one for paper waste. And they're much harder to distribute. Social media reaches people easier. This is why I prefer social media over printing pictures. بصي يعني موضوع الديجيتال والبرينتينج والسوشيال ميديا برضو مختلف شوية. بمعنى يعني أنا دلوقتي لما أنتي هتيجي تجيبي لي فيلم أديفلوب الفيلم، فأنا هديفلوب الفيلم وبعد كده هعمل له سكاننج فهديجيتايز الفيلم فهحوله ديجيتال كوبي، ففي الاخر 99% من اللي بيجوا لي بيبوست برضه الصوره ديجيتال اونلاين على انستغرام. I shot street photography for like a year and then I felt لا I'm into self-expression, my own self-expression, and I want to display things that are not just on the street. I want to create something that's pretty much out of this world. After I learned studio photography, I was like, yes, I want to go into fashion. مين الكاستمرز بتوعنا هم ناس كانت زمان بتصور بالفيلم وفقدت الامل ان في حد تاني هيحمض افلام، فدول اول ما عرفوا ان في حاجه اسمها دارك روم كايرو فجم تاني واتصلوا بينا وتواصلوا معانا واشتروا افلام، بيجيبوا افلام وتتحمض. الجزء بقى الاكبر هو الطلبه، عجباهم الويف بتاعه الفيلم ف ايه ده، عايزين يكتشفوا ايه الفيلم فعايزين يشتغلوا فيلم. اللي مع احترامي للي بيعملوا دول بيعيدوا القديم بتعليم الانالوج. طب وبعدين هتعلمه وبعدين هستعمله في ايه بقى؟ مفيش خالص خالص. لا انا في مي ديجيتال از It's much easier to control digital, it's much easier to create with digital, I prefer it. Analog has the sense of uniqueness, but it's not as easy to mold as digital is. There's still this struggle that working photographers have between film or analog and digital practice. And so now film is becoming trendy again. We're revisiting that. الويف بتاعت الفيلم رجعت في كل حتة في العالم. بس احنا وجات لنا برضو طبعا الويف ديت والناس مهتمه، بس الماتيريالز ما بتجيلناش لان الشركات مش عايزه تجيب. هو ليه يشتري كميه كيماويات ملهاش لازمه؟ كام عدد المستخدمين بتوع الفيلم؟ احنا ذا دارك روم كايرو بنحاول نجمع الناس في فوتو ووكس انالوج بس، فاحنا النهارده نازلين في مسجد احمد طولون علشان نجمع الكوميونتي، ده الهدف الاساسي. الاماكن دي الناس بتنزلها، بس احنا نازلين النهارده علشان نتجمع ونتعرف على بعض، الكوميونتي يزيد ويكبر والناس تتعرف على بعض اكتر. هي بس ميزه الانالوج في الطباعه ان انت تقدري تعملي البروسيس من اولها لاخرها فيزيكال، فانت خدتي فيلم ابيض واسود وصورتيه وبعد كده تقدري تعملي ديفلوبينج بنفسك وتطبعيه بنفسك ومعاكي الصور برنت، فده احساس في حد ذاته حلو ان انت معاكي حاجه فيزيكال طول الوقت، مش مجرد بيكسلز.